سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة نتكون من 4 أفراد، قام أحدنا بالسباحة وهو لا يجيد السباحة، فقال: أنقذوني. ومن 3 الباقين واحد يجيد السباحة، فقلنا له: انقذ صاحبنا. فقال: بشرط تعطوني مبلغا من المال. وسؤالي كالآتي: هل لو لم نقدم له المبلغ نأثم؟ وهل يحصل على الأجر إذا أنقذنا صاحبنا مع أخذ المبلغ؟ وهل نأثم لو لم ننقذه جميعا؟ يجب على الجميع إنقاذ المسلم من الهلكة، يجب على الجميع وبدون شيء، هذا واجب عليه هو، واجب عليه هو أن ينقذ الغريق بدون شيء، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الناس، لأن هذا واجب عليه. نعم، لكنه لو امتنع منه ينقذ الغريق إلا بأجره، يعطى الإجرة ويكون الإثم عليه. نعم.